تلصق تهمة الخيانة والأمانة للأمير. فرضا لو بقي الأمير في فرنسا ورضي بهذه الصفقة يعني وراتب وقصر ويعني أعطاله مثل ما نقوله نقمة دائمة أو أعطاله. هل تريد أن تقول بأن فرنسا أخذت الأمير إلى فرنسا لتريد أن تشوه صورته؟ أكيد ما في شك يعني فرنسا عدو يعني عدو يعني نعم يعني عدو يعني طيب. فرنسا أرجع أن تبقى معي نعم خلي بس نكمل نعم. النقطة هذه وبعدين يعني في الأخير حتى أرد لك يعني لكلامك أنه كان الرد صدمة على صدمة للأمير كان صورتان ولا ثم لم يلبث الأمير في طولون فتم نقله وأصحابه إلى بو عند الحدود الفرنسية الإسبانية ثم انتقل إلى بوردو ثم إلى نونت وأخيرا إلى قلعة أمبواز اللي كانت قصر. وخلال هذه المحاولات ليتنازل عن حقه في الذهاب إلى دمشق. فلماذا أصرت فرنسا على هذا الطلب ولماذا رفضه الأمير؟ فالأمير رفضه لأنه لا يريد أن يبقى وكما قال كما قال فقط هذه الأخيرة يعني. نعم. قال لو جمعت فرنسا سائر أموالها ثم خيرتني بأن أخذها وأكون عبدا بقاه في فرنسا معناها يبقى عبد وبين أن أكون حرا فقيرا لاخترت أن أكون حرا فقيرا فلا تراجعوني بمثل هذا الخطاب فإنه ليس عندي بعد هذا الخطاب جواب وإلى الله ترجع الأمور. نعم دكتور إبراهيم ماذا لديك أن تضيف حول نقد المحتل الفرنسي اتفاقه مع الأمير لأنه هل برأيك كان يعلم مسبقا بأن الأمير سيعود لمواصلة المقاومة في الجزائر ولماذا طلب يعني الذهاب إلى مكة وعفوا إلى الإسكندرية وعكا؟ لابد أن معك نقطة إيجابية جدا. نعم. أن الأمير عبد القادر كانت المعاهدة مع لامورشير والكوم دوك ديمان. دوك ديمان هو ولد فريد فرنسا جيد فيليب. طيب. تعطيل الباخرة وسكوتها في طولون وقعت الثورة الفرنسية في مارس. 1848 في مارس جت الجمهورية الفرنسية الثانية والجمهورية الفرنسية الثانية هي جمهورية شيوعية لائكية كان يساندها كارل ماركس الذي هو انجلز وترودون وميس لوبلان هو رئيس الجمهورية إذا كانت جمهورية لائكية لا تعترف لا بالأمير ولا تعترف بفريق فرنسا ولا تعترف بالدوق ديماس فقال تلك المعاهدة وتلك الشروط أصبحت ورقة ميتة وبالتالي لابد أن تبقى هنا وتوقف وطبعا الجمهورية الفرنسية الثانية وحتى السلطات الفرنسية تغنيات الذي القائد العسكري الذي أناب بالدوق ديماس يعرف أن الأمير إذا خرج إلى المعكة وإلى المرض أخرى سيجلب السلاح سيجلب الدعم وسيقاوم حتى ولو بطريقة غير مباشرة لا يعود حتى من بعيد أن يقاوم كما قلت سابقا أنه يدرك جيدا أن الشعب الجزائري مستعد للدفاع عن أرضه وعن عرضه وعن هذا الظلم الجائر من قوات أجنبية مسيحية جاءت من وراء البحر تغتصب الأرض والعرض وتغتصب كل شيء وبالتالي المقاومة كانت مقاومة شرعية تماما للشعب الجزائري ومقاومة شعبية نسميها مقاومة شعبية بالأمير أو بغير الأمير ولكن السلطة الفرنسية أدركت أن هؤلاء الأمراء وهؤلاء الشرفاء طبعا هي جمهورية ديمقراطية جمهورية لائكية شيوعية برجوازية ضد الإقطاع وضد السينيور كما يقول وبالتالي سجنوه وسجلوه لكي لا يعود للمقاومة وطبعا دائما فرنسا منذ أن دخلت في الجزائر وعندنا وثائق بيان بورمون كان كله خداع للشعب الجزائري بيان بلوتان كان كله خداع للشعب الجزائري هذه المعاهدات التي أبرمت بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية كلها كانت فرنسا تخادع فيها الجزائر وبالتالي لا نلوم على الأمير فطبعا ذهبت هذه الجمهورية وذهب رجالها وذهب الشيوعيين فجاء نابليون الثالث وجاءت الإمبراطورية الفرنسية
مشروع لا يعرفه بروايوم أعراض المملكة العربية، وكان يريد أن يجمع شمال إفريقيا والمشرق العربي وتكون ما يعرف بالمملكة العربية ويكون الأمير ملكا عليها، ولكن الأمير رفض هذا المشروع. فشل هذا المشروع في الجزائر وفشل في المغرب، وأيضا لأن الأمير قد رفض رغم أنه قبل في البداية لم يقبل، لما كان يمكن أن يجاري نابليون كيل في هذا المشروع لغيوم أراضي. وطبعا توجد رسائل متعددة جمعية حول هذه القضية، حول مشروع نابليون الثالث في قضية لغيوم أراضي. وبالتالي نلوم كثير من اللوم موجود في الجزائر أن الأمير قد فر ولم يقاوم وذهب وبقي هناك في الشام. وطبعا هناك فتاوى في الجزائر أن الجزائر أصبحت دار كفر، لأنها أصبحت دار الفرنسيين، وبالتالي الفقهاء والعلماء في المشرق ومنهم الأمير يقول لا، الجزائر تبقى دار الإسلام بل هي دار جهاد. وبالتالي رغم أن هناك كثير من الإغراءات في المشرق للجزائريين وللعائلات الكبيرة، وطبعا السلطة الفرنسية كانت تحدد ذلك، خروج العائلات الكبيرة والعائلات المثقفة والفرسان كما يقولوا في ذلك الوقت الأشراف يخرجون حتى لا يقاومون. وطبعا ما نجده الآن من تاريخ في المشرق العربي في الشام وما فعله الجزائريون من جالية الجزائرية التي كانت تابعة للأمير كلهم من العلماء والمشرفة وطعن الجزائريين والتمييز الجزائري ومجموعة كبيرة من الأعلام التي لعبت دور في التاريخ الوطني التاريخ العربي بشكل عام. طيب. وبالتالي أصبحت قضية عربية إسلامية أكثر من هي قضية جزائرية. طيب شكرا دكتور إبراهيم. دكتور محمد الأمين، يعني الأمير ذهب إلى إسطنبول ولم يبقى بها طويلا، برأيك لماذا؟ وهل ذهابه إلى إسطنبول بناء على رغبته؟ يا سيدي العزيز، أول ما أطلق سراح الأمير عبد القادر من قصري في أمبواز من خلال كلمة الشرف التي أعطاه إياها نابليون الثالث حينما صعد وأسس الجمهورية الفرنسية الثانية، استطاع الأمير عبد القادر أولا أن يكون تجربة فكرية كبيرة جدا في فترة سجنه، وتعرف على الغرب عن قرب كما تعرف على الغرب عن قرب كثير من الزعماء والمفكرين والأدباء فيما بعد. الأمير عبد القادر في بداية الأمر ذهب إلى بروسا وهنالك أقامة مدة لا بأس بها، تقدر في كثير من الأحيان ما بين 4 إلى 5 سنوات، وفي بروسا استقبل استقبال كبير جدا. وهنا نقطة تحتاج إلى أن نقف عندها ولو للحظات. هل استقبل الأمير عبد القادر كمجاهد جزائري أدى واجبه كأي فحل من فحول المسلمين ولم يتمكن من تحرير بلاده لأن قوى الشر والطغيان وقوى الخيانة من الداخل قد خانته داخل القصر، كان سببا في كثير من آلام الأمير داخل فرنسا وداخل الجزائر؟ لذلك أعتقد أن الأمير عبد القادر رغم ما ذكر الزملاء وهذه حقائق تاريخية ثابتة كان يختلف في كثير من القضايا مع الدولة العثمانية، والأمير عبد القادر كان يتبرم من بقايا الأتراك العثمانيين في الجزائر لأنه كان